يعني بينضم لنا على الهاتف الفنانة الكبيرة سيدة المسرح المصري السيدة القديرة سميحة أيوب. برحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، أهلا بيك، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني شايفة المشهد النهاردة إزاي؟ بنتابع على الشاشات كلها اصطفاف الشعب خلف القيادة السياسية، ومن قبل يعني كان في اصطفاف سياسي. التفاف الشعب المصري والشعب العربي ككل، يعني ده يعني ما هوش غريب علينا، لكن الشيء الغريب ان دول بينادوا بحقوق الانسان وهم بيخترقوا حقوق الانسان. اين حقوق الانسان؟ ذنبهم ايه الناس؟ ذنبهم ايه العزل؟ ذنبهم ايه الاطفال؟ ذنبهم ايه الامنين؟ ليه الدول دي مش عايزانا نستقر؟ مش عايزه العالم العربي خالص يستقر. لكن كلنا على قلب رجل واحد، كلنا بنشجب هذه الممارسات الوحشية في الشعوب. فالحقيقة يعني وصمة عار حتى انهم مدموجين بيها. وان اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده شيء غير انساني، ولازم يعني العالم يعني يشوف له حل في ده، لان هنتننا نشرد الناس والحروب والالام وربنا خلقنا ان احنا نكون امنين. وبعدين مصر دي ام الدنيا، ام الدنيا بتحتوي كل حاجه، لكن الى متى؟ يعني المبادره اللي قام بها الرئيس السيسي دي مبادره عظيمه جدا، تنم عن عمل سياسي وطني عظيم، ان هو بيحتضن كل ده بفكر متنور وعظيم. فيعني لازم واقفه وتجتمع الدول وتفرض عقاب على اسرائيل. طيب حضرتك، يعني طبعا قوه مصر، يعني الدوله بشكل عام لا يمكن ان يتم فصل عنها تاثير القوى الناعمه فيها. أيوة، دور القوى الناعمة في مثل هذه الأوقات الحاسمة في يعني تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية والمنطقة برأي حضرتك؟ يعني القوى الناعمة دائما دائما بتكون في المقدمة، يعني بتقدم، إذا كان يعني أنت بتحارب بسلاح، أنا عندي الحرب بتاعتي غير السلاح، ممكن تبقى أمضى من السلاح، حرب الكلمة، حرب النشيد، حرب التوعية، يعني حاجات كتير جدا جدا بنحارب فيها، والقوى الناعمة هي دايما في المقدمة، دايما بتدافع. أكيد دايماً حضرتك تابعتي العديد من التصريحات على يعني صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة كثير من الفنانين المصريين بيدعموا الموقف المصري القوي في هذا الأمر طبعاً، وبيدعموا القضية الفلسطينية. هل طبعاً برأي حضرتك ممكن يكون أو من المفترض أن يكون في هناك توحيد لموقف القوة الناعمة عن طريق نقابات أو غيره في هذا الموقف؟ أصل التوحيد إيه؟ التوحيد، ما هو التوحيد موجود من خلال النقابات ومن خلال كل إنسان جواه وطنية بيفرز اللي عنده وبيدافع اللي عنده. مش لازم نكون يعني النقابة هي اللي تأمرنا نعمل ده، لا، ده نابع من نفسنا، نابع من مصريتنا، نابع من وطنيتنا. دور كل المواطنين سواء من القوى الناعمة أو من أي فئة من فئات الشعب المصري، حضرتك شايفة إزاي دور المواطن في هذه المراحل الحساسة، وإزاي وجوده ويعني تعبيره عن رأيه ممكن يدعم الموقف القيادة السياسية تجاه هذه القضية؟ أنا أعتقد أن يعني الشعب المصري كله عبر عن غضبه، وعبر عن رفضه، وعبر عن كل الحاجات اللي بتقوليها حضرتك دي، وأن يعني مش لازم هيعمل إيه، لا، ده عمل، لا، عمل وحاسس ومخنوق ورافض. ف يعني كلنا رافضين عن بكرة أبينا، كلنا رافضين الانتهاك الفظيع ده والوحشية الفظيعة والدموية دي. فإلى متى؟ لازم يكون في محكمة
دولية لدول تحكم بالعدل وتدي كل شعب حريته واطمأنينته، لأن المسائل كده هتخش في حاجات رهيبة جدا إحنا في غنى عنها. لكن هم دايما بيشعلوا النار، دايما ينفخوا في النار. ولكن مصر دايما بقيادتها وشعبها والقوة الناعمة فيها دايما بتصطف وقت الأزمات عشان تبلور فكرة واحدة، وهي موقف مصر من هذا الأمر الدائم والثابت والغير متغير لإيصاله لكل مكان في العالم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخلة الفنانة القديرة سيدة المسرح المصري السيدة سميحة أيوب، شكرا.